معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي، الأوشية الموسمية، الزروع والعشب، التوزيع، المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنسيتي نمني سيم، بارك الزروع والعشب. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثالث عشر من شهر باب المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس المجاهد زكريا الراهب. تركه أبوه مع أمه وأخته وذهب إلى برية شهيت، وعندما حدث غلاء في البلاد ذهبت له زوجته لتترك له الأولاد، فترك لها البنت وأخذ الولد. وتربى زكريا في البرية وكان صبيا جميل المنظر، مما تسبب في تذمر الرهبان، فذهب إلى بحيرة النطرون وانغمس فيها عدة ساعات حتى تغير جسده وتحول إلى السواد. وعندما ذهب للكنيسة لحضور القداس والتناول، فكشف الله للقديس إيسيدوروس قص الإسقيط ما صنعه القديس زكريا، وقال إن زكريا تناول الأحد الماضي كإنسان، أما الآن فقد صار ملاكا. وأقام القديس زكريا مجاهدا وناسكا في البرية 45 سنة، ثم تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، فم الصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فأوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب
وأستحي أن أستعطيا، فقد علمت ماذا أفعل حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خصك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 قر قمح. فقال له: خصك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعلا، لأن أبناء هذا الدار أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمنا في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمنا فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ والمجد لله دائما. قراءات يوم الثلاثاء 23/10/2018، ابطي 13 بابا 1735. وقراءات النهارده هي رساله جديده من رسائل ربنا لينا، وهي رساله شخصيه لكل واحد فينا، رساله شخصيه. وقراءات النهارده بتركز على السهر الروحي، بتركز على السهر الروحي، ان الانسان لازم يبقى سهران على حياته الروحيه. في مزمور عشية بيقول كده، بيقول: استجب لنا يا الله مخلصنا، استجب لنا يا الله مخلصنا. ساعات كتير بنصلي من أجل أن ربنا يستجيب لحاجات جسدية، أن هو يستجيب لطلبات شخصية، يستجيب لطلبات في الجسد والحياة الجسد، لكن ما بنصليش أن ربنا يستجيب لينا، أو طلبات أن هو يدينا النمو الروحي، أو أن هو يخلينا نمشي في طريق ربنا. استجب لنا يا الله مخلصنا، بنصلي كتير لربنا ونقول له: استجب لنا يا رب عشان مشكلة مالية، استجب لنا يا رب عشان مشاكل في البيت، استجب لنا يا رب عشان حاجات كتير، لكن ما بنصليش عشان نقول: يا رب خلي الحياة الأبدية بتاعت ولادنا تكون في السماء، يا رب اهد ولادنا ان هم يخشوا كنيسة، يا رب ازاي يفتحوا الكتاب المقدس. ما بنصليش لأجل الحياة الروحية، ما بنصليش لأجل الأمور الروحية، لكن بنصلي كتير من أجل أمور جسدية، محتاجين فلوس، محتاجين نجاح لولادنا، محتاجين. كويس إن احنا نطلب ده كله من ربنا، لكن زي ما بنطلب ده كله من ربنا لازم نسهر على حياتنا الروحية ونهتم بأبدية أولادنا وأبدية الموجودين معنا في البيت. وعلى السهر الروحي، إنجيل عشية من إنجيل معلمنا متى بيكلمنا، بيقول: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. إحنا مش عارفين إمتى هيجي السيد المسيح،
مش عارفين امتى هيجي عشان ياخد الروح البشرية ويبدأ حياة الإنسان بتنتهي، ويبدأ أن هو إزاي هيتحاسب وإزاي هيقف قصاد ربنا. لكن ربنا بيقول كمان طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. ربنا هيبقى مبسوط خالص لو جه لقانا ماشيين في حياتنا الروحية مظبوط، ربنا هيبقى مبسوط خالص لو جه ولقانا فاتحين الكتاب المقدس، ربنا هيبقى مبسوط خالص لما يجي يلاقينا مهتمين بحياتنا الروحية مش بحياتنا الجسدية بس. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يفعل هكذا. في مزمور باكر بيقول ربنا لكل الصديقين ولكل أولاده المهتمين إن هم يمشوا في الحياة الروحية، ولكل واحد مهتم إن هو يفتح الكتاب المقدس، ولكل واحد مهتم إن هو يسهر على الحياة الروحية، بيقول كده ربنا في مزمور باكر بتاع القداس، بيقول الرب يعضد الصديقين. ربنا هو اللي بيسندك عشان تقدر تمشي في الطريق الروحي، ربنا بيسندك عشان تقدر تصلي، ربنا بيسندك عشان تقدر تفتح الإنجيل وتمشي في الحياة الروحية وتكون ضد طيار العالم، لأن العالم ما بيحبش الحياة الروحية ولا اللي بيمشوا فيها. لكن ما تخافش، ربنا هيكافئك وبيقول لك إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البناؤون، ولم يحرس الرب المدينة فباطل سهر الحراس. مهما تعمل لازم ربنا في الآخر يقول لك الرب يعضد الصديقين، الرب يعضد الصديقين، هو اللي هيسندك وهو اللي هيكافئك وهو اللي يكون في ظهرك وهو اللي ماسك إيدك اليمنى عشان تقدر تشتغل وتقدر تمشي في طريق ربنا. كمان في مزمور باكر بيقول يعرف الرب طريق الذين لا عيب فيهم. ربنا عارف أولاده، عارف خرافه اللي مهتمين إن هم يسهروا السهر الروحي، اللي هم مهتمين بحياتهم الأبدية، اللي هم مهتمين إن هم يمشوا إن هم يرضوا ربنا ويكونوا مبسوطين في حياتهم الروحية ويكونوا ماشيين كأولاد الله، مستحقين إن هم يكونوا هم أولاد الملك، أولاد الشهداء. في إنجيل باكر بيقول لنا كده، إنجيل معلمنا مرقس بيقول انظروا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. إمتى هيكون الوقت؟ بيدعونا برضو لحياة السهر. إنجيل عشية بيقول اسهروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. في إنجيل باكر بيقول برضو انظروا واسهروا. إذن هنا وجوب السهر وعدم الإهمال. كتير مننا بيسهر قصاد التلفزيون أو يسهر قصاد النت أو يسهر قصاد حاجات كتير من أمور العالم لساعات متأخرة من الليل. لكن لو قلنا للشخص ده تعالى اسهر، مجرد اقرأ إصحاح واحد نلاقيه إن هو بيتعذر ويعتذر، يقول إن هو مش قادر. لكن لازم يهتم إن هو يسهر على الحياة الروحية ويمسك الإنجيل، لازم يهتم إن هو يسهر على الحياة الروحية ويروح القداس ويتناول، لازم يهتم بحياته الروحية إن هو يكون متابع حياته الروحية بيقع في إيه ما بيقعش في إيه. انظروا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. متى يكون الوقت؟ لو كل واحد عارف إمتى هيكون وقته محدش هيهمل في حياته الروحية، لكن إحنا ما نعرفش إمتى هيكون الوقت بتاعنا هينتهي. الوقت في حياتنا على الأرض عامل زي لجنة الامتحان، ليها وقت معين، في لجنة بتبقى ساعة، لجنة بتبقى ساعتين، كل واحد لينا على الأرض وقت امتحان، وفي لحظة من اللحظات بتسحب منه الورقة. يا ترى أنت كتبت في ورقتك إيه؟ كتبت في ورقتك أعمال تشرف ولا كتبت في ورقتك أعمال تكسف؟ كتبت في ورقتك حاجات بتقول إن أنت ابن ربنا فعلاً، ولا حاجات تكسف وتقول أنت كنت معجون مع العالم، كنت ماشي مع العالم وناسي خالص طريق ربنا. في إنجيل معلمنا مرقس كمان بيقول لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما، لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما. نحسن يجي ربنا في وقت أنت متعرفوش ويلاقيك نايم مش مهتم بحياتك الروحية، ويلاقيك نايم مش مهتم بالأبدية، ولا مهتم أنت هتروح فين، ولا هتسكن في السماء، ولا هتسكن مع القديسين، ولا هتكون
في الحضرة الإلهية في ملكوت السموات، يا ترى ربنا هيجي يلاقينا نيام مش مهتمين بحياتنا الروحية؟ يجي في البولس وفي رسالة معلمنا بولس الرسول الأهل كورنثوس الأولى بيقول كده: كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. نقول له يا رب كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. في القداس نقول له يا رب كرحمتك وليس كخطايانا يا رب. كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. اللي مشوا في طريق ربنا، القديسين اللي تركوا العالم وعاشوا في الجبال والمغاير وشقوق الأرض، دول هياخدوا إكليل. الشهداء اللي استشهدوا على اسم السيد المسيح، دول هياخدوا إكليل برضو حسب تعبهم. وإحنا كمان في العالم يا رب إحنا مش قادرين نقدم لك حاجة، نقول له يا رب إحنا لو تعبنا بنتعب حاجات بسيطة عشانك، يا رب خلي الأتعاب دي رصيد لينا في السماء. خلي يا رب محبتنا ليك رصيد في السماء. كمان ربنا في رسالة معلمنا بولس بيقول كده: أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. أنت لو مش مهتم بحياتك الأبدية، لو مش مهتم بحياتك الأبدية، يبقى أنت ماشي في طريق الشر، ماشي في طريق العالم. ربنا ساكن جواك، أنت هيكل الله وروح الله ساكن فيك. إزاي أنت بتشتم لغاية دلوقتي؟ إزاي أنت بتكذب؟ إزاي أنت ماشي في طريق العالم؟ إزاي أنت ألفاظك مش ألفاظ ولاد ربنا ولا ولاد الكنيسة؟ ربنا بيقول لك أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فمن ينجس هيكل الله ربنا هيديله العقاب المناسب ليه. في الكاثوليكون في رسالة معلمنا بطرس الأولى بيقول كده: كونوا متيقظين واسهروا. ربنا بيكرر لينا الإنذار وبيقول لك لازم تسهر، بيقول لك لازم تسهر على حياتك الروحية زي ما الراعي بيسهر على الخراف بتاعته، وزي ما كل واحد فينا مسؤول عن أسرة بيسهر إن الأسرة دي تكون أحسن أسرة، وإن يسهر إن أولاده يكونوا أحسن أولاد في الدنيا. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. لو أهملت في حياتك الروحية، الشيطان مستني فرصة حتى لو صغيرة إن هو يبتلعك، إن هو ياخدك في طريقه، إن هو يخليك تهمل الكنيسة وتهمل الكتاب المقدس وتهمل الصلاة وتهمل أي عمل خير، ويخليك تمشي في طريقه وتكون عبد وأسير للشيطان. وكل واحد فينا بيعمل خطية هو عبد للشيطان وعبد للخطية، وكل واحد فينا ماشي مع الشيطان بيمد إيده في كل مرة شركة مع الشيطان ومع الظلمة. لكن نقول يا رب انقذنا، مالناش غيرك يا رب، احنا عاوزين نمشي في سكتك، ما تخليش الشيطان يكون له سلطان علينا. في الإبراكسيس بيقول كده: هل قبلتم الروح القدس؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. كثير من المؤمنين وكثير من الناس اللي عايشين في العالم وبالاسم أنهم مسيحيين بيقول كده: يا ترى نسألهم يعني إيه روح قدس؟ يعني إيه باسم الأب والابن والروح القدس؟ يعني إيه ابن الله الذي تجسد؟ يعني إيه حاجات كتير يقول لك إحنا ما نعرفش. طب يعني إيه الروح القدس اللي ساكن جواك؟ يعني إيه؟ هو ما يعرفش، هو بعيد عن ربنا. ويقولوا كده مع الناس اللي بتقول: ولا سمعنا أنه يوجد روح القدس. كتير من الناس البعيدين عن الكنيسة وبعيدين عن ربنا ما يعرفوش حاجة عن ربنا. لكن في مزمور إنجيل القداس بيقول: فم الصديق يتلو الحكمة. فم الصديق يتلو الحكمة. دايما ولاد ربنا كلماتهم جميلة، دايما ولاد ربنا بنحب نسمع كلماتهم زي ما كنا بنسمع كلمات قداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث المتنيح. ربنا متعنا بصلواته وشفاعته في السماء، كان يمتعنا بعظاته اللي احنا كنا كتير مش عاوزينها تخلص، كنا بنتمتع بكل حرف وبكل كلمة. فم الصديق يتلو الحكمة، من فيض القلب يتكلم اللسان. لو انت ماشي في طريق ربنا وسهران على حياتك الروحية، دايما هتبقى متشبع بالإنجيل، دايما هتبقى متشبع بحياة القديسين، متشبع بسير القديسين، بسير الشهداء، متشبع بالحياة الروحية، متشبع بالتناول في القداس المقدس. ومن هذا السر المقدس بيقول: فم الصديق يتلو الحكمة. دايما من فيض القلب ربنا بيدي الإنسان حكمة، إن هو يعطي حكمة للآخرين ويبقى ينبوع من الحكمة.
في إنجيل القداس بيقول لنا كده عن وكيل الظلم، في إنجيل معلمنا لوقا بيقول: ما هذا الذي أسمعه عنك وكيل الظلم؟ قال له: أنت إيه اللي أنا سامعه عنك دوة؟ ربنا برضو من السماء شايف تصرفاتك الوحشة وشايف أعمالك الوحشة وزعلان خالص. إذا كانت السماء تفرح بخطئ واحد يتوب، تفرح بخطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. ربنا بيقول بيحزن خالص لما يشوف ولاده ماشيين في طريق الشر، لما يشوف ولاده بيشتموا، لما يشوف ولاده كذابين، لما يشوف ولاده غير أمنا يقول لك كده من السماء: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ إيه اللي أنا بسمعه عنك ده؟ ده أنت حزنت قلبي خالص. لكن في الآخر ربنا يقول لنا: الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. ربنا يدينا إن إحنا نبقى سهرانين على حياتنا الروحية ونقول له: يا رب استجب لنا يا الله مخلصنا، استجب لينا يا رب من سمائك، استجب لينا يا رب. عارفين إنك يا رب بتستجب، عارفينك يا رب عمرك ما هتسيب إيدينا خالص حتى لو إحنا تركناك. أنت يا رب دايما سهران علينا ودايما بترعانا. نقول يا رب استجب لينا من من علو سماك، استجب لينا يا الله رب الجنود. ربنا يدينا إن إحنا نكون سهرانين على حياتنا الروحية، مهتمين بحياتنا الأبدية وحياة أولادنا الأبدية وحياة كل أسرنا، مهتمين بكل واحد نقابله نكلمه عن ربنا ونقول له اسهر، لأن ربنا إحنا مش عارفين هيجي حاسبنا إمتى. اسهروا لأن سيدكم سيد يجده يفعل هكذا، طوبى الإنسان الذي يجده سيده يفعل هكذا. بركة جميع مصافي القديسين اللي يسندونا إن إحنا نكون سهلانين على حياتنا الأبدية، بركة مصافي القديسين، بركتهم النور، بركتهم أولا وأخيرا، شفاعتهم، محبتهم، قوتهم، فلتكن مع الأبد أمين، ولإلهنا المجد الدائم أبدين أمين.